ايه ايه ده يا راجل؟ في ايه؟ في ايه يعني ايه؟ أنا ايه راجل ده؟ ايه منظرك ده؟ بعد عشان بيعض، بعد شويه بيعض بيعض مش بيعض. وبتعض جايبه ليه؟ نعم بيعض جايبه ليه؟ حضرتك ده لما بيجوع بيشتر ويضرب جله وبيحرق. يشتر ما يشترش جله، دي بره مش هنا. بره بعيد من هنا. مش فهماني يا بعيد من هنا بقول لك. ما اقدرش امشيه. بقول لك بعيد من هنا. لانه بيحرم، لما بيحرم بيشتر وبيضرب جله. ده انت زيك زيك زيه. ازاي يا فندم؟ حيوان زيك زيه بالظبط. متشكر على كل انك هو لما يشتر بيضرب جله. يعني ايه جله والشرط ده؟ شرط ايه؟ مفيش شرط. بيضرب لي شرط؟ مش شرط، مش يضرب لك يا ست. امال؟ يشتر ويضرب جلة. ايه هي دي؟ الجلة بتاعته هو الجمل. يعني انتوا خواجات خالص، ما بتشربوش؟ تشرب ميه دلوقتي تلاجة خلاص. طبعا بالتلاجة. امال بالجلة؟ عمرك ما سمعت حضرتك الجلة؟ لا ما سمعتش حاجة. هو ده اللي حاصل. قوم من هنا. ما اقدرش يا فندم. امشي من هنا. ما اقدرش امشي. بقول لك امشي من هنا. بالراحة بالراحة حضرتك هيعض. ما يهمنيش. هيعض. ما يهمنيش. ما هو يعض حضرتك. ما يهمنيش. ما يهمنيش. طب يا ستي انت عايزه ايه؟ ما يهمنيش. خلاص خد بقى الجمل بتاعك وامشي بقى. عايزه ايه حضرتك؟ امشي يا راجل. هقول لحضرتك كلميني. امشي. انا الراجل بتاع الحجامه. لا مش انت، ده المساعد يا فندم. ده انت الراجل. ايوه خد وامشي. ما اقدرش ليه يا ابني؟ امشي. انا ابنك. انت حيوان. شكرا متشكرين. العفو. كل واحد عنده محل يشتم الناس. يشتم من وانت كل واحد يجي قدام الناس. ايه هو ده؟ هو ده الجمل. محل هنا تقعد فيه؟ ده الجمل يعتبر خير. انت عايز ايه بالظبط؟ انت عايز تعمل ايه بالظبط؟ انا مش عايز حاجه. انا مش عارفه انت بتكلم على وقت كده احسن من كده. ده مش مكان تحط فيه جمل هنا. الجمل حضرتك يشتر. يشتر ما يشترش، ده بعيد مش هنا. انت ماشي في شارع عمومي مش في الدهيل اللي جوه. الدهيل اللي جوه. طب يضرب جله. الدهيل اللي جوه. مش يضرب جله ونمشي. ويعني ايه يضرب ولا ما يضربها في اي حته؟ ما تمشيه بقى من هنا. الناس عايزه تقعد. يعني دلوقتي حضرتك كمال مين؟ كمال بيه جوزك؟ يا ريت جوزي. يا ريت كمال بيه يجي. يا كمال فين بقى كشكي فيه؟ كشكي يا لابد ان الشمو يسيب. اتفضل يا بيه. بتقول شمو بتشتمني؟ ايه يا راجل انت؟ يا بيه عيب. ايه هو ايه؟ ايه هو المدام قالت شمو؟ ايه شمو يعني ايه يعني؟ اهو انا سامعها. انت فاهم يعني ايه؟ ما هو شتيمه. لا مش شتيمه. لا شتيمه لو بتفهم. مش شتيمه. طب شامو ده ايه يعني؟ انت لازم يسال بقى. هو شامو؟ لا هقعد اسال على حسب يعني. شامو زيك بالظبط يعني. شامو زيي؟ اه بالظبط كده. يعني ايه شامو زيي؟ يا بيه انا قلت للمدام. امشي من هنا احسن. انا قلت للمدام 30 مره، قلت لها بيحرم يضرب جله ويشتر. نعم نعم. بيضرب جله يا بيه. يشتر ويضرب جله. ما بيضرب جله بقى بعيد من هنا حضرتك. ويشتر بعيد من هنا حضرتك. ما انتش فاهمني يا بيه. اسمع اللي انا بقول لك عليه. حرن حرن وجاء وبرك. حرن حرن وبرك. يا راجل عيب اللي انت بتقوله ده. هجوم ازاي يا بيه؟ ما انا برضو عايز افهمك. هتمشي بالذوق ولا لا؟ طب يا بيه ممكن نوكله ويمشي؟ حزين. نوكله منين؟ حضرتك عندك اي زميل ليك يجيب لنا بس عرق برسيم؟ انت راجل مش مهذب. في ايه؟ واحد زميلي انا هيجيب لك برسيم؟ يعني اي حد توصيه يجيب. امشي من هنا احسن. اصل انا مش من منطقة يا بيه. امشي من هنا بقول لك. يعني هتعمل ايه يا بيه؟ انا هطلب لك البوليس. اطلب يا بيه. عموما ادي الجمل اهو ومش هنعمل. سيبه سيبه سيبه. الله يعني اسود.